تخدم معنا عاوننا هنا تعاوننا هنا ما هو غيكون غيلوحوا تعاوننا هنا الله يحمد وليدي مصيبه بما كدراها تعاوننا هنا الله يحمد وليدي باش تحيدوش إصابة طفيفة للشخص اللي كان تيركب مع سائق الشاحنة، واحد الإصابة الآن تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل الإسعاف ديال الشخص اللي مصاب. وأخوانا انا جاي شي الطريق ديالي هو جاي على اليمن انا غادي في الطريق الثانيه ومن قرب جيت هو غادي ناقص السرعه فهمتي انا غادي بحال اللي مضوبلو هو ضرب تحت الكاميو من ضرب كاميو مع الحمول وداك الشيء راه ولا كي فانتي فيا الكاميو صافي تخرج بيا الكاميو على لا انا غادي شي الطريق ديالي حتى دابا الطريق اللي الثالثه ما يمكنش نهرب المسلك الثالث غنهرب لي ثاني الطوموبيل جايه مضوبليني من اللي لا غادي الجديدة مو السيارة كان غادي انا السرعة مشي فهمتي غادي في الطريق الاول غادي مشاور ولكن فيت متجاوز الخط ديالو من اللي انا درت ليه كلاكسون ماشي روم ولكن من فتو بلا النص الرويد قدامي وداك الشيء ضرب ليا في الرويد لورانيا كاميو صافي ولا كيطالوني بيا ما عرفتش نتحكم في الكاميو انا لا ما قدرش ما خليش كاميو يطيح وسط الطريق باش خرجته برا صاحبي خسائر الكاميو راه خاصني لي واحد 8 مليون دابا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا